السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا صراحة حبكم متابعين في كل مكان. في حدث صراحة أنا بقول شفت تعبان ضخم جدا في مصر فتحت حتة خرسانة. تعالوا مع بعض نشوف التعبان ده موجود ولا لا، فدعاكم معانا إن شاء الله. يا جماعة الحمد لله وصلنا المكان، هو يعتبر المصرف اللي على اليمين ده. الحمد لله كويس طبعا. نسيت الكشاف هذه هي الكرة تنزل من هذا الحمد لله كان صعب جدا. احمد هيك انزل احمد انزل احمد بس فين اليوم الكوبري الحمد لله شكلها كوبري ضخم. سلام عليكم عامل ازاي؟ باكت لا لا اطلع برا اطلع برا ماسك فوقيه الحمد لله عامل ازاي؟ سلام
هو خلي بالك يا مستر، خلي بالك خلي بالك يا احمد عشان ازاز. اطلع يا اخويا، اطلع فوق بس 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 والله كوبرا. اطلع سامع يا مصطفى، هذا ده اصبر. لا انت بلع رمية. طبعا أول مرة أشوف كوبرا بلع جزء رمية. عرفت أنا بتبلع بقى. ضخمة جدا. خلي بالك. لا انت خالد ايش ايش طبعا يا جماعه كوبري حوالي مترين و20 سم يا جماعة انياب الكبرى لسه جبنا عند الدكتور مش قادر يتنفس. يا بايا تعالى هنا الصوت في وشك تعور. طبعا الحمد لله اللي جبناه بسرعة بشكر الحاج عبد الله تعبان جدا هو اللي اشتغل عنه النهاردة. الحمد لله احنا جبناها. لو عجبك الفيديو ما تنسوش اشتراك وفعل الجرس. طب مصطفى اجل زي ما انت حضراتكم كل يوم جديد.